السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طلبة وطالبات مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم كودو سوتيا افيك عبدو كيف كتعرفوا كامل بانه البارح صدرت المذكرة الوزارية بخصوص ولوج سلك الاجازة في التربية برسم السنة الجامعية 2024 2025 حطيت الفيديو البارح ولكن هناك غموض ديال بزاف ديال الحوايج بالنسبه للطلبه غادي نحاول نوضحهم لكم في هذا الفيديو الطلب الوحيد اللي كنطلب منكم كاملين ودائما تفرجوا في الفيديو كامل لانه راه جميع الاسئله ديالكم كنجاوبوا عليها في الفيديو غير حاولوا تكملوا الفيديو كامل غتلقاو فيه في جميع الامور دونك في هذا الفيديو غادي نحاول نزيد نشرح لكم الامور وغنعطيكم لي ديتاي طيب ديال اي سؤال غادي تحتاجوا غتلقاو في هذا الفيديو ان شاء الله غير كملوا الفيديو حتى الاخر باذن الله وان شاء الله غادي يكون الخير اذا غنحاول نعطيكم الخلاصه باش ما عليكم بزاف الحوايج المهمه في هذا هادل... الامر هذا هادل... هذا العام هذا هادل. الامر المهم هو شروط الولوج لانه اي واحد عنده باكالوريا غير يدخل اي واحد بزاف ديال الطلبه كيسولوا تيقول لك انا جبت عشرة في الباك واش م... واش ممكن ندفع اسيدي دفع علاش لانه ملي كنمشيو لشروط الولوج شروط الولوج قالك يمكن الترشيح لولوج سلك الإجازة للسنة الأولى يشترط في المترشح أن يكون مسجلا بالسنة النهائية من سلك البكالوريا هنا ما ذكروش لك العتابة الله يرضى عليكم ما ذكروش لكم عتابة ما قالش يشترط على المترشح أن يحصل على معدل 12 او 13 في بكالوريا ما ذكروش لكم هذه يعني انفو انت عندك البكالوريا 2024 دفع سؤال اش يقول لك انا راه عندي 11 واش ممكن تقبل عندي غير عشرة واش ممكن تقبل اسيدي دفع مهما انه عندك الحق انك تدفع بباكالوريا دفع ما كاينش لا مشكل ما خاسر انت شي حاجه غدخل غادي تسجل فقط ما غير ما تخلص حتى حاجه ما والو فهمتوني الله يرضي عليكم اللي عنده بكالوريا 2024 دفع صافي عادي جدا عندك بكالوريا 2023 قريتي في لافاك قريتي في التكوين قريتي في شي حاجه بغيتي دفع الله يجعلك تكون جبار عشرة الدفاع ما عندكش المشكل ما تبقاوش تشوفو دوك اللي تيحبطوكم مع لا راه ما غاديش تفالي ما غاديش تقبلوا رانا جايبين 17 جايبين 18 أسيدين كما تقول المثل ديال راسي من الريوس ونعي تقطع الريوس ما عنديش المشكل ندفع فقط انا نقول لكم وكنعاود الشرط الصين الا يتجاوز السن 21 سنه بتاريخ 31 جنبير 2024 هادو هما الشروط المهمه بالنسبه للناس اللي بيدخلوا العام الاول السنه الاولى تفقين السؤال اللي كيتقراو بزاف ديال 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 الطلبه ديال... هو شنو هما, هما... آه... نوع الشعبات الباكالوريا المطلوبه ركز معايا والآن كل شيء كلشي قدامكم كلشي قدامكم التخصص الابتدائي اللغه الامازيغيه الدراسات الاسلاميه اللغه العربيه اللغه الفرنسيه الانجليزيه الفلسفه التاريخ والجغرافيا كيطلبوا كي جميع الشعب باك يعني اي شعبه عندك سواء ادب سواء علوم سواء كيف ما كنت يقع عندك الحق تدفع لها دو. الرياضه كذلك حتى عندك الحق تدفع لها تفقين حتى لهنا واضحين هنايا الشعاب الاخرين هاد البي دي اف غنخلي لكم في صندوق الوصف غنخلي لكم هاد البي دي اف هذا اللي بيعود يرجع يقرا يعني باش ما انا بزاف الفيديو كنحاول نعطيكم لي ديتاي ديال ديال بزاف دي ال... ديال دي ال... دي الاسئله اللي كيبقاو كيتعاودوا اصلا كنذكروهم في... في الفيديو المهم ماشي مشكل نعاود نشرح لكم ما عندناش المشكل الدنيا باش توضح لكم الفكرة مسألة أخرى الإجراءات الخاصة بالترشيح الترشيح غادي يبدا نهار الخميس وفاتح غشت 2024 وسيمتد الى غايه الثلاثاء 27 غشت 2024 علاش يعني كنقول لكم كملوا لي فيديو كيجيو بعض التعليقات ديال شي وحدين تيقول لك انتما كتبيعوا الاوهام للناس راه باقي كما تحل السيت يا ودي يعني راه عرفنا السيت باقي ما تحلش ولكن هي تصنت وقرا الفيديو مزيان كمل الفيديو راه غادي تعطي تلقاو سميتو التسجيل غيتفتح نهار الخميس فاتح شو فاتح غشت 2024 وغادي يسالي نهار 27 هذا هو التسجيل امتى غيكون غي متفقين على المنصه كيرسوسي بوان غوف بوان ام ا تال هنا مزيان ها هو التسجيل هضرنا عليه غادي نمشيو نشوفو الناس اللي عندهم بكالوريا اجنبيه هادو بوحدهم يعني يقراو هاد الامور ديالهم حنا غنحاولو نركزو على الناس اللي عندنا في المغرب اذا شنو هي الحاجه اللي تغيرت هذا العام العام اللي فات سيدي كان الانتقاء التمهيدي كيمثل في 60% والانتقاء أو الاختبار الشفوي كان كيمثل 40% هذا العام تغيرت النسبه ولات 75% في الانتقاء التمهيدي و25% في الاختبار الشفوي فاهمين كيفاش كيتحسب الانتقاء التمهيدي الانتقاء التمهيدي كنحسبوه عن طريق نقطة ديال الامتحان الوطني والنقطه ديال الامتحان الجهوي يعني كناخذوا فوالا كما كتشوف معايا طريقه احتساب معدل الانتقاء التمهيدي 75% من معدل الامتحان الوطني للبكالوريا في 25 من معدل الامتحان الجهوي للبكالوريا في معامل الترجيح دونك هذه معامل الترجيح حتى كذلك سؤال كيسولوه بزاف ديال الناس بزاف ديال الطلبه شنو هو معامل الترجيح انا مثلا باغي ندفع التخصص الابتدائي بندفع تخصص ابتدائي وعندي بكالوريا علوم رياضيه فمعامل الترجيح ديالها 1.5 يعني غتمشي تشد النقطه ديال البكالوريا ديالك خد منها 75% النقطه ديال الامتحان الجهوي ديالك خد منه 25% جمع هاد النقط بجوج ضربه في معامل الترجيح هذيك النقطه اللي غتعطيك هي النقطه ديال الانتقاء التمهيدي ديالك عطاتك 10 عطاتك 11 عطاتك 12 عطاتك 13 تعطيك اي نقطه ما تبقاش تقول واش غنتقبل واش غادي نتقبل واش كذا واش وكتبقاو في الجروب وكينش واحد لي جروب وكاين شي واحد اللي ما عارف والو كيبقى يقول لا راه الناس راه كانوا جايين من 17 وما تقبلوش اسيدي وندفع مهما ما كاينش العتاب دفع ما عندكش المشكل دفع تقبلتي راه هو هذاك ما تقبلتيش خيرها في غير عاتي جدا راه ما غاديش ماشي نهايه العالم فاهمين في هذا الامر هذا الله يرضي عليكم حاولوا تفهموا الامور كيفاش دايره هنا هانتوما هدوما هدو غنخليكم بي دي إف غتلقاو فيه كلشي شعبة الأداب لابد ندفع مثلا اللغة العربية ولا الفرنسية ولا اللغة الإنجليزية ولا الفلسفة ولا الدراسات الإسلامية ولا التاريخ ولا الجغرافية ها هما آه معاملات الترجيح بالنسبة لكل حاجة إلا عندك شعبة البكالوريا أداب آه المعامل الترجيح 1.5 علوم إنسانية 1.5 علوم ريا- تعليم أصل عفوا 1.3 علوم رياضية واحد فاصلة, ري... آه فاصلة, فاصلة جر... وغاديين فاهمين اذا هادو هما معاملات الترجيح اللي كاينين مساله اخرى غادي نركز عليها غادي تفكرتوا على السؤال الاخر تقول لك انا بغيت ندفع التخصص على شنو هو الحاجه اللي غيركزوا لي غير كزوك على الماده ديال التخصص ديالك انا بغيت ندفع بغيت ندفع مثلا اللغه العربيه اذا اش غيديروا غيمشيو يشوفوا لي النقطه ديال الوطني ديال اللغه العربيه وغيشوفوا لك النقطه ديال الجهوي ديال النقطه ديال اللغه العربيه ماشي عفوا ماشي الجهوي غيشوفوا لك المراقبه المستمره سواء ديال البكالوريا سواء ديال السيزيام كيركزو على هاد الأمور هادي بزاف يعني هادشي ما غاديش ن... نهضرو عليه ل... يعني التخصص ديال كيركزو عليه كيشوفو النقط ديالك اللي كتجيب هما في المراقبة المستمرة ولا الإمتحانات الوطنية المهم هادشي تنقولو حنايا أون جينيرال يعني الطريقة كيفاش تيديرو ولكن راه أصلا كاينة اللجنة هي اللي كتكلف بهاد الأمور هادي وهي اللي كتنتقي يعني تنعاود نقول لك إلا عندك عشرة في الباك إدفع ما خسر والو مساله اخرى غادي نهضر عليها وهي توزيع ديال المسالك المعتمده والمفتوحه هذه ما دوتش على البارح في الفيديو نحاول نهضر عليها في هذا الفيديو هذا اذا الاجازه في تخصص تعليم ابتدائي هذا العام هذا تقريبا راه جميع المدن جميع المدن طلبه طلبه التخصص ابتدائي باستثناء المحمديه المحمديه اصلا فيها تخصص واحد اللي هو لاجيستيون سيونس ايكونوميك اي كيطلبوا فيها تخصص واحد ديال في المحمديه اذا كما كتشوفوا معايا بانه الابتدائي تقريبا راه جميع المدارس طالبين نفس الفيكتيف تقريبا يعني لا موان كاين ما بين 400 و 500 شفتوا كما كتشوفوا معايا بالنسبه للغه الامازيغيه اللغه الامازيغيه كاينه في الرباط قنيطره اكادير برشيد بني ملال وجده فقط بالنسبه للاجازه في التربيه الاسلاميه كاينه في الرباط كما كتشوفوا معايا فاس تطوان قنيطره وبني ملال هادشي فين كاينين بالنسبه للرياضه سبور سبور بزاف ديال الناس كيسولوا تيقول لك الحاجه اللي كيركزوا عليها كيركزوا او كيركزوا على الفرونسي الفرنسي, الفرنسي هذه كيركزوا عليها بزاف يعني ضروري تكون عندك الفرونسي طالعه لانه اصلا غادي تقرا تقرا تقريبا بالفرنسي بزاف المهم كاينه في كليه العلوم التربيه بالرباط وكاينه على مستوى مدينه تطوان والدار البيضاء ومراكش والقنيطره وبني ملال اذا التاريخ والجغرافيا المدن اللي كاينه فيهم هي الرباط بجوج سواء كليه العلوم التربيه ولا المدرسه العليا في تطوان قنيطره برشيد ووجدة بالنسبه للانفورماتيكه تقع في مدينه مكناس مراكش برشيد ووجدة تقريبا كتشوفوا لي انه طالبين اعداد قليله بالنسبه للعلوم علوم الصناعه هنا كاينه غير في جديده ووجده وبالنسبه للونغلي راه تقريبا المدن كاملين فيهم لونغلي جميع المدن تقريبا اللغه العربيه حتى هي كذلك جميع المدن باستثناء الدار البيضاء واكادير يعني هي اللي ما كاينش فيها التخصص هذا أه كما كنشوف معي تاني اللغه الفرنسيه كاينه في جميع المدن باستثناء المحمديه دائما كما كنقول لكم الماتس كاين في جميع المدن باستثناء كليه العلوم التربية بالرباط أه الفيزياء والكيمياء في جميع المدن كذلك باستثناء كليه العلوم التربيه والاجازه في أه تخصص الفلسفه فهي كاينه في الرباط فاس مكناس والقنيطره ووجدة اذا هادو هما المدن اللي كاينه فيهم بالنسبه لا كما قلت لكم كاينه فقط في محمدية وعلوم حيث الارض كاينه في الرباط على مستوى المدرسه العليا للاساتذه وفاس تطوان الدار البيضاء مراكش قنيطره الجديده اكادير برشيد بن ملال ووجده اذا هذا خلاصه ديال التخصصات والمدن فين غادي تفقين يعني جميع الاسئله اللي كتسولوا عليها انا كنجاوبوا عليها أه مساله اخرى يبقى ليا بالنسبه للناس اللي عندهم اللي باغيين يدفعوا باك بلس 1 باك بلس 2 باك بلس آن باك دو. أنا نرجع لكم هنا يا. نقول لكم. فوالا. هاد الناس هادو جاو اه كيسولوك يقول لك عافاك واش واش غادي تسجلوا في هاد المنصة؟ لا ماشي في هاد المنصة ماشي في كيخسيسي بوان جو بوان اه. الناس اللي عندهم باك بلس 1 باك بلس 2 غادي تفتح موقع خاص بكل مدرسة يعني مثلا المدرسة العليا للاساتذة بمراكش كيتفتح فيها واحد الموقع خاص بها بالناس اللي غيدخلوا الاس 3 والاس 5 متافقين؟ الشروط اللي انكم تكون تتوفر فيكم هو عدم تجاوز سن 22 سنه بالتاريخ 31 جانفي 2024 وبالنسبه للناس اللي بيدخلوا الاس 5 يعني تكون ديجا فاليديتي اس 1 اس 2 اس 3 اس 4 بتقرا اس 5 في المدرسه العليا الاساتذه يعني ما خصكش كت... ما تخصكش تكون كتجاوز 23 سنه الفاليداسيون خصك تكون فاليدي جميع لي موديل دوك الموديلات اللي طالبين منك باك بلس 1 خصك تكون فاليدي اس 1 اس 2 ما تقولش ليا لا راه خاصني موديل واش ممكن تقبل لا اللي... خاصك اديساصون دو غي وكان راه قلتها وكنعاودها اتفقين اذا هادشي اللي كاين تقريبا راه جميع الامور ذكرناها وتنعاود نقول لكم بانه التسجيل غيبدا نهار واحد فغشت 2024 تفقين هاد الامر هذا راني كنعاود ناكد عليه هادي هي المذكره الوزاريه هادشي اللي كاين فيها اللي عنده أي سؤال أو أي استفسار غادي نجاوب عليه إن شاء الله تعالى في فيديو آخر بإذن الله نتمنى أه، تنتمنى نكون وصلت لكم الفكرة وصلت لكم المعلومات اللي غتحتاجوها بهاد المسألة ونحاول نكون وضحت لكم بعض بعض الحوايج اللي اللي غامضة عليكم ونرى الإشارة أي سؤال غادي نجاوب عليه إن شاء الله تعالى نتمنى لكم تيسير التوفيق والله يسر لكم أجمعين